السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا بكم معانا النهاردة في فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهاردة مختلف تماما عن أي فيديو نزلناه قبل كده. النهاردة عملنا فيديو حصاد الأدوات في 2020 و21 و22، أفضل الأدوات المجانية اللي تم تنزيلها في مجال السوفت وير، واخترنا لكم أفضل 6 أدوات نزلت في 2020 و21 و22 في البدايات بتاعتها. وطبعا هنشكر شخص محترم جدا جدا في نهاية الفيديو لانه ساعد ناس كتير جدا بادواته المجانية اللي بنزلها باستمرار. طبعا معانا 7 ادوات زي ما قلنا، والسبع ادوات هنبدأ من رقم 7 لرقم 1، ورقم 1 ده هيكون اهم حد ساعد الناس بطريقة مجانية في مجال السوفت وير. فتعالوا مع بعض نشوف أول أداة ونشوف أهميتها وإيه المميزات اللي فيها على السريع. أول أداة معانا هي أداة MTK Client GSM، ودي أخدت رقم 7، وطبعا لأنها لسه نازلة قريب، لكن الأداة كويسة جدا وأداة ينفع تعتمد عليها في عمليات كتير جدا. دي أول أداة معانا النهاردة وخدت رقم 7. تعالوا نروح للأداة رقم 6. طبعا الفيديو بتاعنا حصاد لأهم الأدوات اللي تم مصدورها في 2021 و2022. طبعا الأداة اللي بعد كده معانا هي أداة TFT MTK فيرجن 3.5، وده أحدث إصدار من الأداة، والأداة لفريق عراقي، وطبعا بنتوجه له بكل الشكر على المجهود الكبير اللي بقدمه باستمرار في أدوات مجانية. وكمان في الفترة الأخيرة نزلوا 4 أو 5 تحديثات ورا بعض على طول، ده معناه ان فريق قوي جدا وفريق محترم جدا، طبعا كل الدعم ليه. الفيديو ده هيكون فيه اهم الادوات اللي ممكن تعتمد عليها في مجال السوفت وير. الاداة اللي بعد كده وهي اداة اخونا علي نجيب، وطبعا بنشكره على الاداة. الاداة طبعا دعم لمعالجات ال MTK، وطبعا هي خدت المركز الخامس علشان هي لسه نازلة قريب، وطبعا مش ينفع نظلم اداة نازلة مثلا من اول 21. وطبعا بنشكر اخونا علي نجيب على الاداة، شكر كبير جدا، وبندعمه في كل الادوات اللي هيعملها باذن الله. الاداة اللي حصلت معانا على المركز الرابع هي اداة هفيدك طول، طبعا بتاعت اخونا عماد صاحب قناة هفيدك، وطبعا بنشكره كل الشكر على الدعم المتواصل اللي بيقدمه لكل الناس بطريقة مجانية وطريقة سهلة جدا. طبعا أداة محترمة جدا، عملنا لها شروحات كتير، وأداة ينفع تعتمد عليها في عمليات كتير جدا زي ما اتكلمنا في شروحات قبل كده. طبعا الأداة دي رقم 4. الأدوات اللي بعد كده، يعني الأداة اللي بعد كده هنقول هندي المركز الأول لشخص ساعد ناس كتير جدا بطريقة مجانية، وبدأ في برمجة أدوات بشكل مستمر، زائد انه بيقدم ملفات مجانية بشكل مستمر بدون مقابل لأي حد، ومبيتأخرش عن أي حد، شخص محترم جدا، طبعا كل الدعم ليه. وأول ما نقول اسمه هتلاقي كل الناس عارفاه لأنه شخص محترم جدا. أول أداة معانا، وهي مش أداة، هي برنامج تقدر من خلاله إنك تنزل جميع تعريفات الموبايل. وطبعا احنا مش بنتكلم على الأداة دلوقتي أو البرنامج اللي معانا، احنا كل اللي بنتكلم عليه في رقم 3 و2 و1 ان اخونا علي حساني من افضل الناس اللي ساعدت كل الناس اللي شغالة سوفت وير بطريقة مجانية، ومن فترة كبيرة جدا بيبدأ يساعد بادوات كتير جدا. عندنا الاداة التانية وهي اداة ADB ماستر، من افضل الادوات اللي بنعتمد عليها في كل اوامر ADB. طبعا احنا شرحنا كل الادوات دي بشكل مفصل، سواء برنامج التعريفات او البرنامج الخاص بجميع عمليات ADB، كل العمليات اللي ممكن تكون موجودة عن طريق وضع ADB موجودة في الاداة دي. اداة محترمة جدا، اداة عملية، انا استخدمتها كتير جدا في شغل وعمليات كتير جدا. طبعا العملاق اللي بعد كده هو رقم 1 هو الاذن الاسلامي، وللأسف احنا مش معانا غير فيرجن 2 فقط. انا عن نفسي من يوم ما اشتغلت بالاذن الاسلامي فيرجن 2 انا ما اشتغلتش ببوكس Z3X نهائي، بستسهل خالص الشغل على برنامج الاذن الاسلامي، وكمان ده فيرجن 2. باذن ربنا قريب نقدر نحصل على فيرجن 3 ونبدا نشرحه لكم بالتفصيل، لكن انا بصراحه
البرنامج ده من اهم البرامج اللي اشتغلت بيها، وبتعمل لي طبعا عمليات كتير جدا بالنسبة لأجهزة سامسونج. فطبعا الأداة محترمة جدا. طبعا كل الدعم لأخونا علي حساني على جميع الأدوات اللي نزلها بشكل مجاني. طبعا نزل أدوات كتير جدا غير دول، لكن أنا عن نفسي بحب أشتغل بيه الأذن الإسلامي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. كل العمليات اللي بقوم بيها على أجهزة سامسونج بتكون من خلال الأذن الإسلامي فيرجن 2. طبعا فيرجن 3 أو التحديثات اللي بعد كده فيها عمليات كتير جدا جدا. بإذن الله نقدر نوصل إننا نجيب نسخة ونبدأ نشرح لكم بالتفصيل كل المميزات اللي فيها علشان الناس تستفيد منها أكتر. وطبعا فيرجن 3 فيرجن مدفوع وبسعر رمزي جدا، يعني سعره قليل مش كبير، تقدر تشتريه. يعتبر برنامج منوعات. يعني ايه منوعات؟ يعني طبعا داعم الام تي كي، داعم اجهزة سامسونج، داعم كل المعالجات ومعظم العمليات بشكل احترافي جدا وبشكل امن. وطبعا قبل ما نقفل الفيديو بتاعنا بنقدم الشكر كمان مرة للناس اللي قدمت لنا الادوات بشكل مجاني، ونشكر طبعا فريق التي اف تي الفريق العراقي وطبعا كل الدعم ليهم، وبعدهم طبعا اخونا علي نجيب بنقدم له كل الشكر، وطبعا اخونا عماد بنشكره كل الشكر على الاداء اللي نزلها بشكل محترم جدا، وبعد كده طبعا اخونا علي الحساني على الادوات اللي نزلها بشكل مستمر. وطبعا في ادوات كتير جدا، لكن مش هتلاقي كمبيوتر شغال سوفت وير مش موجود عليه اداء او اتنين لاخونا علي الحساني. طبعا كل الشكر للناس اللي قدمت لنا الادوات بشكل مجاني وبشكل محترم جدا، وادوات ينفع تعتمد عليها بشكل كامل بعيد عن البوكسات والدنجلات، لكن ادوات محترمة جدا بنتوجه لهم بالشكر. طبعا الفيديو ده كان المفروض ينزل في راس السنة، لكن حصل ظروف كده وتأخر شوية. طبعا لازم نتوجه بالشكر لكل الناس اللي قدمت لنا الادوات دي بشكل مجاني. وطبعا بكده النهاردة يكون الفيديو بتاعنا انتهى، وياريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.